مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. بنتكلم على المجالس العرفيه وقد ايه ان بيكون ليها دور كبير في فض المنازعات، وهل يعني فعلا ليها دور خارج مصر ولا احنا بس اللي في مصر يعني بنعتقد في هذا الموضوع؟ تعالوا نشوف تفاصيل كتير مع ضيفي اللي منورنا النهارده الاستاذ ابراهيم سالم، وهو استشاري المجالس العرفيه والتحكيم الدولي وطبعا مستشار التفاوض. استاذ ابراهيم اهلا بيك. اهلا بيك منورنا. الله يبارك فيك استاذ ابراهيم. احنا بنتكلم على المجالس العرفيه، وقبل كده اتكلمنا قلنا قد ايه الموضوع ده مهم، بس خلينا ندي للناس تعريف كده، المجالس العرفيه بتكون عباره عن ايه؟ المجالس العرفيه اليه من اليات الضبط الاجتماعي وحل المشاكل وانهاء الخصومات في اقرب وقت واسرع وبدون جهد وبدون تكاليف، وبتحقق للمواطن الاول مزارع سواء كان مستثمر او مزارع او قائم على العمليه الزراعيه او مهتم بها، بتحل له جميع مشاكله، والمشكله هي عدم الوصول الى الهدف وتحقيقه. فبالتالي احنا بدورنا بنقوم بالمشاكل الخاصه بين الافراد وبعضها سواء كانت جنائيه او كانت مدنيه او خلاف على ارض زراعيه او ميراث او ما يعكر صفه بيسبب له نزاع او خصومه او على شراء ارض او على الحدود او على الميراث. بنقوم احنا بتكوين لجنه بتقوم بفض هذا النزاع والوصول بالاطراف المتنازعه سواء كان قتل او خلافه الى بر النجاه والى الاتفاق الكامل والى التفاوض والحوار البديل للصدام والتنازع والتقاتل. ويعني بنشكر اهتمام القناه والاسره سواء من القمه للقاعده بسبب ان هي بتتيح للمجالس العرفيه على نشرها وتقديم النماذج الطيبه، مساعده المواطن في كيفيه الوصول الى حل مشكلته او التفاوض والتحاور على اسس علميه وفنيه البديل للتنازع والتقاتل، لان القناه بيهمها هي تشكيل العقل والوعي للفلاح او المستثمر انه يكون عاقل وواعي وحكيم في تصرفاته، يبني ولا يهدم، يصلح ولا يفسد، ينتج ولا يخرب، معالجة الأفكار الخاطئة التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب سواء كان عند أي شريحة من الشرائح أو أي، لأنه إذا كان في شباب، الشباب ده أبوه فلاح، عمه فلاح، عمه مستثمر. فالهدوء والسلام والاستقرار والتنمية الشاملة لكل مناشط الحياة سواء التنمية البشرية، لأن احنا مش هنستورد عنصر بشري، ده احنا هو ده الرأس المال المصري اللي هو المصري الأصيل الفاهم المتحاور على أسس علمية الذي يحل أي مشكلة يكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. لو احنا قدرنا ننظم العقل للمواطن المصري والمزارع به هنشكل عقول أبنائه، عقول من يتعاملون معه، عقول بأننا هنثبت الاستقرار والتنمية والهدوء والأمن والسلام، ونمنع التفريخ للأفكار المتطرفة. كلا الأمرين شتت خير الأمور الوسط، الحكمة والتصرف الحكيم، منع بذور التطرف والإرهاب من بداية لبن الأم، من عند الأم ومن عند الأب، زرع الحكمة وحسن التصرف واختيار أفضل السبل عن طريق المجالس العرفية، عن طريق التربية الحسنة على الحوار وعدم الصدام، المشاركة للناس، الإحساس بالآخر، المشاركة في درء المفاسد وسد الثغرات ومنع أي خلاف، كما يقولون أطفئه قبل أن يشتعل. هايل. طيب قول لي أستاذ إبراهيم، هل المجالس العرفية ليها مكان خارج مصر؟ هو في بروتوكول مع المصريين في الخارج ان لو في خلافات بينهم وبين بعض شخصيه كزواج كطلاق خلافات ماديه، ودي كان المفترض هيحضر معانا الاستاذ محمد ريان رئيس اتحاد المصريين بالخارج، لكن حصلت له ظروف منعته من الحضور، فنسال الله ان يكون عدم الحضور خير، وان شاء الله في حلقات قادمه بفضل القناه والقائمين عليها في القمة والقاعدة. ونشكر الدكتور رئيس القناة على أنه بيتيح بيحقق نسبة مشاهدة عالية، وأصبحت القناة على مستوى عالي من الانتشار
بفضل السماح لنا ومفقته على حضورنا من فلاحين ومن رجال العرف ومن القائمين على الزراعة من الباحثين والباحثات، فبنشكره على هذا الجهد وبنسأله يعني أن يكون مساعدته لنا مستمرة حتى ننهض بالمواطن المصري إن شاء الله ويرجع إلى عرشه كما كان مصدر للحضارة ومصدر للحكمة وللسلام وللأمان وللإنتاج كما نريد إن شاء الله. أكيد دلوقتي في نوعية الجرائم شوية بقت مختلفة عن زمان، يعني في حاجات أكيد حضرتك ما كنتش بتسمع عنها زمان، وخصوصا انه بيبقى فيه منازعات ما بين الاقارب، مش شرط دلوقتي انه القتل او المشاكل اللي فيها دمويه، لا ده ممكن تبقى ما بين يعني ام وابنائها. احنا شفنا يعني انا شفت الحقيقه في الاخر اخر ايام زي الصيدلانيه اللي ادت بنتها العقار اللي هو بيطلق عليه حبايه يعني مجازا يعني حبايه الفيل الازرق والبنت توفت، فبقينا بنشوف حاجات غريبه عمرنا ما سمعنا عنها. تقييمك للحاله دي ايه؟ التقييم انه اول المشكله واول اي حرب واي خلاف ونزاع اللي هو صوره مصغره من الحرب هو كلمه، هو لاصحاب السوء أصدقاء السوء مصدر الشر وبيعتبروا حبائل الشيطان اللي هو الصاحب ساحب. احنا بننبه الأسر سواء كانوا فلاحين أو مصريين في أي قطاع أو أي فئة من الفئات إنها تحافظ على أبنائها وتحافظ على نفسها، إنه دايما ما تاخدش المعلومة إلا من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مصدر اي 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 ظاهره سيئه سواء كانت في الاسره او ما بين الافراد بيكون سببها يا صاحبه فاسده يا صاحب فاسد. واحنا بنقولوا انه المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالي. انا اختار لابن لازم اكون لبنتي لها صديقه او انا كصاحب اسره اب او ام انا ما اخدش المعلومه ابدا الا من مصدر موثوق منه ويكون مصدر متمتع بما بأهل لهذه النصيحة، يكون النصيحة دي أهل للذكر وتكون ظاهرة عليه. لا تصاحب إلا من يذكرك بالله بتذكرك بالله رؤيته ويزيدك قربا وعلما كلامه، مش أي واحد أخذ منه كلام، مش أي واحد أخذ منه نصيحة، لأنه الفكرة رصاصة إما أن تقتلك وإما أن تحميك. فالكلمة سلاح الكلمة خطير، فأنا ما أخدش نصيحة أو أي معلومة إلا من مصدر موثوق منه تماما. إنما أن أنا أخد من أي وسيلة أو من أي مصدر معلومة تؤدي إلى فسادي أو فساد علاقتي بالناس زي الغيبة والنميمة اللي هو وضع الحطب بين الناس وبين الأب وبين البنت أي مشكلة وراءها معلومة خاطئة من مصدر خاطئ ومن مصدر شر بتؤدي إلى التفكك سواء كان بين المواطنين أو سواء بين الأفراد سواء بين الأب وابنه بين أخ وأخيه. في ناس نفسها يعني تتمتع وتسعد بوقوع الألم والفرقة والفتنة بين الناس، والفتنة نائمة ملعون من أيقظها. محاربة الشائعات ومحاربة المعلومات الخاطئة بالتصحيح وتشكيل العقل من جديد على أنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هو تقديم الحقائق لتطرد الحقائق المغلوطة أو المعلومات المغلوطة. محاربة العملة الصحيحة وهي المعلومة الموثوق بها من أهل الذكر هي التي سوف تدحض وتطرد وتسيطر على المعلومات الخاطئة الصادرة من مخطئين أو من ناس شر لا يريدون خيرا لا للفرد ولا للجماعة ولا للمجتمع. محاربتهم بالعملة والحقائق الموثوق منها والموثقة والتي يقوم عليها أهل الذكر من الخبراء ومن الموثوق بهم ومن أهل الذكر المعروفين على مستوى المجتمع وهم القادة الفكر والرأي الموثوق بهم. اسأل أعرف من أنت حين تتكلم،
مصدر الكلمة التي تتكلمها زي إما أنها صحيحة وكما قال تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإما أن تكون كلمة فاسدة تؤدي إلى انهيار الإنسان ومن حوله. ولذلك سد المفسدة هذه بأن احنا نأخذ المعلومة من أهل الذكر ولا نسمح لأي معلومة خاطئة أو تؤدي إلى الفساد بين الناس أو فساد عقولهم أو فساد أفكارهم، لأن الفكرة الصحيحة تؤدي إلى سلوك صحيح وتؤدي إلى سلوك مجتمعي متآلف ومتحاب بين الناس. الكلمة السيئة تؤدي بالعكس بالعكس إلى انهيار وإلى فساد العلاقات ونشوء المشاكل وزيادة التفكك، وأي مجتمع بيقيم باتحاد أفراده وسلامة أفراده، والكلمة السيئة تكون سبب ذلك. فنحن نحرص ونكون بوابة حارسة للعقل المصري والشعب المصري عن طريق محاربة الشائعات، محاربة المعلومات والأفكار الخاطئة التي تؤدي إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي لا تصل إلى الظاهرة، لكن نحن حرساء أمينين على أن تصل الكلمة الطيبة إلى أهل مصر وتكون سبب في سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. أنا عايز أعرف معاك برضو إزاي المجالس العرفية قدرت أنها تقلل شوية من ظاهرة الطار وخصوصا في صعيد مصر، بتحاولوا تقللوا من الظاهرة دي إزاي؟ الله يفتح عليك، هذا السؤال محوري، لأنه الكل اللي بيتكلم عن المجالس العرفية خاصة بعد اهتمام القناة لهذا النوع من الرسالة دي رسالة حكيمة بيتكلم عليها من الشكل العام. لكن المجالس العرفية دي مش سهلة جدا، ده هي بتشكل حياة الإنسان. صحيح. وبها يرتقي ويكون حل للمشاكل وعضو بناء وقدوة لغيره ويأخذ بأيدي الجميع إلى بر الأمان. يعني المجالس العرفية دي لا تقوم على عملية إن أنا أسمع الناس وأرد عليهم وحل مشكلتهم ورضيهم فقط، ده لها تكتيكات مهمة وأساسية. واحد ازاي واحد زعلان قدامي، لها اسس علميه مهمه ويجب ان احنا ننور الناس لها عشان يستفيدوا بها في حياتهم ويكونوا سبب في سعادتهم. ودي رساله القناه وربنا يعينكم عليها ووفقكم رب. يعني مثلا انا لما اكون عندي واحد غضبان ازاي ان انا اريحه وهديه واسعده وازيل ما به من قدر وغضب، ان انا اطفئه قبل ان يشتعل، ان انا احتويه، ان انا احلله مشكلته. عندنا من ضمن المجالس العرفية بيحدث فيها تكتيكات وبيعرف فيها وسائل مثلا سيئة ومسائل حسنة، ان انا اوصل بالناس كيف اصل بالناس بتكتيكات واستراتيجيات لانهم يرضوا او يصلوا الى اتفاق كامل. ودي ما بتبقاش قاصرة على الجلسات العرفية فقط، بل هو اسلوب في الحياة كلها في جميع مناشط الحياة، مع زملائي في عملي، في حقلي، في غيطي مع الناس، مع زملائي، ان انا بصل عن طريق لما واحد بيزعلني او واحد يتصادم معايا او واحد يعمل لي مشكله او يهجم علي، انا لو المعتاد او التقليد ان انا بهجم يبقى في تشدد مقابله تشدد، او التشدد والتشدد المضاد، او المعارضه والمعارضه المضاده. لا، احنا بنصل لفكره تانية في المجالس العرفيه بنقول ايه. طب اسمح لي ناخد هذه الفكره استاذ ابراهيم بعد ما نرجع من الفاصل. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ ابراهيم اهلا بحضرتك مره تانية. كنت بتكلمني على فكره ان احنا نمتص الشخص اللي قدامنا وان احنا نخلي فكره الغضب دي مش موجوده، يعني ده بيبقى ليه طريقه معينه طبعا. يعني هو كيفيه الوصول بالمتخاصمين او المتنازعين في اي مشكله من المشاكل حتى لو كانت كبيره. يعني انتوا انا عارفه ان انتوا بتقابلوا مشاكل منها زي ما انا قلت طار وقتل وغيره، بتعرفوا يعني تسيطروا او تخمدوا نور الغضب؟ يعني ما فيش ابشع من ان واحد لا قدر الله يفقد حد عزيز عليه يكون تمام يتقتل. اي مشكله بين اتنين يعني الواحد نفسه، المواطن نفسه مع حياته كلها، ازاي يحل مشكلته مع واحد متخاصم معاه، واحد بزعله او اعترضته مشكله ايا كانت هذه المشكله،
مشكلة ثقافية، مشكلة اجتماعية، مشكلة مادية، أي حوار، إزاي أنت تدير حياتك وتتعلم من المجالس العرفية اللي بيتم فيها هو نفس الأسلوب اللي أنا ممكن أعمله مع نفسي ومع الناس، مع مراتي، مع ابني، مع أخوي، مع زميلي في الشغل. طب لو حد خالف القوانين دي وما ما طبعا انت ما تخالفي الاسلوب المتبع انت ما تش هتقدر شغل، ما هو انت مش هتنجح. لا يعني لو حضرتك قلت لهم حاجه وفي طرف من الطرفين رفض ان هو يستجيب لك بتعمل لا ايه؟ لا هو يعني مثلا ما هو ده اي مشكله تجابني، مشكله في حوار، مشكله ماديه، مشكله في اي مجال من مجالات الحياه، كي ازاي تحلها؟ نحلها نقول ان احنا اول حاجه عدم رد المشكله بمشكله، او عدم معالجه الخطا بخطا، يعني بمعنى اللي قدامي متشدد او ممتنع عن انه يقضي لي مصلحه، والمصلحه دي من حقي، او المصلحه دي ممكن يخلصها لي من غير ما يضر نفسه، او اللي هي دي اي حل اي مشكله في الحياه ازاي احلها. انا بقول للفلاح او المشاهد ليه سواء كان مثقف او مفلاح، بقول له تعالى انت اللي قدامك مزعلك ما تزعلوش، اللي قدامك بيهجم عليك وبيغلط فيك ما تغلطش فيه، اللي قدامك متحجر خليك انت سهل، اللي قدامك متشدد خليك انت سهل، اللي قدامك مش عاوز يحل معاك حل معاه، او عاوز يزعلك ما تزعلوش، ولكن تعالى بقى خليه هو يحل لك المشكله اللي هي بيسموها في عالم التفاوض او فكر التفاوض الحوار عن طريق المصارعه اليابانيه، ان انا احول خصمي او احول الطرف اللي مزعلني ومزعله اللي بينه وبينه مشكله لانه هو اللي يحل لي المشكله، فاقول له خليك مكاني. انت عندنا ثلاث محاور لحل اي مشكله في العالم بهذا الاسلوب العلمي المجرب اللي الناس كلها بتحل بها مشاكلها، سواء بجلسه عرفيه او بحوار ثنائي او ثلاثي مع المتنازعين، في الغيط، في الدار، في اي مكان، ان شاء الله في الجامعه، ان شاء الله في الجامع، ان شاء الله في أكبر مؤسسة في العالم، إن شاء الله في البيت الحرام. حلها إزاي؟ بثلاث محاور. أول محور أقول له خليك مكاني، حللي رأيي، أنت اقترح علي نحل إزاي، وأنا من حق أحسن هذا الرأي، وهو يعمل لي مسودة لحل المشكلة من وجهة نظره. ويا عم قول لي رأيك إيه وتحلها إزاي، قدم لي برنامج حل يتوافق معاك ومع ظروفك، ويكون انت تحل لنا مشكلتنا بيه، احكمه، وانا من حقي احسن هذا الاقتراح وهذا الاسلوب. ادي واحد. اتنين، طب هو مش عاوز يقدم لي حل، هو مش عاوز يحل، نخش على رقم اتنين، طيب ايه رايك انا هحل وهقول الطرح الحل المشكله دي زراعيه او غيرها في مشاكل الدنيا بحالها، تعالى كمثال حل لي انت، انا هحل لك انا، وانت قيم هذا الحل وقول لي ايه ايه الافكار في هذا الحل لم تحقق مصالحك او بتسبب لك ازمات او مفاسد، وقيم انت، بلاش انت اللي تطرح، انا هطرح اني وحل اني وزلل المشكله وانور الفكره واقول لك على حل هذه المشكله ايا كان وايا كان نوعها، وانت قيم لي وقول لي ايه اللي يعترض مصالحك، وايه لو حسناه في هذه الفكره او هذا الحل يحقق مكاسبك او يريحك او يعمل لك اللي انت عاوزه. طيب هو لا عاوز يقول رقم واحد ولا عاوز يقبل مني، ممكن في حاجه اسمها النص الكامل او وسيط ثالث نحكمه بينا، ودي على مستوى الحياه العاديه بتقوم به فرض، احكم بيني وبين الأستاذة إسراء، أنا هي بتقول كذا وأنا بقول كذا، بيسموه النص الكامل الذي يجمع بين أفكارك الجيدة وأفكار الجيدة، يقوم المنسق اللي هو الطرف الثالث بجمع متناسر الحق عندك ومتناسر الحق عندي، ويكون لنا نص كامل يشمل اهتمامك واهتمامي، مصالحك ومصالحي، ونصل إلى اتفاق كامل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني النهاردة، وأتمنى إن شاء الله أن ميبقاش فيه مشاكل أبدا، ودايما الحياة تبقى فيها تفاهم، وأن الناس تقدر تفهم بعض ونستحمل بعض
الدنيا كلها ضغوط، كلنا عندنا مشاكل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا قال لنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم سالم، استشاري المجالس العرفية والتحكيم الدولي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، وإن شاء الله بكرة هيتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد. أما النهاردة تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.